أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رجل أو سيدة أعمال. معنا اليوم رائدة الأعمال الإماراتية المميزة والجميلة الأنسة شيخ النعيمي. شكرا لكم، شكرا على هالاستضافة. بداية شكرا أنسة شيخة ولجميع طاقم العمل في سمول كيكس لاستضافتنا اليوم بالكافيه. نورتونا. وبنتمنى بداية تعرفينا عنك وكيف كانت بداياتك مع سمول كيكس. صراحة اسمي الشيخ عبد الله النعيمي في البداية، وأشكر فريق عمل ABC على هالاستضافة وعلى الزيارة. كيف بدينا سمول كيكس؟ سمول كيكس هي علامة تجارية عالمية بمفهوم الفرنشايز. بدينا كانت مشاركة في معرض عجمان للفرنشايز اللي تنظمه غرفة تجارة صناعة عجمان. التقينا مع الأونر اللي هو جيف مارتن، هو الشخص اللي وراء العلامة التجارية. فتح تقريبا ما يعادل 100 برانش في أمريكا، ونحن أول برانش انترناشنال. الحمد لله افتتحنا في نهاية 2014 بأول فرع في إمارة دبي وثاني فرع في إمارة عجمان. ما شاء الله. أنسة شيخة، ممكن تحكي لنا المزيد على أنواع الكيكس، درينكس، السويتس إن جنرال اللي بتقدموها بسمول كيكس؟ نحن صراحة البراند معروف باللي هي النكهات اللي نعملها من السكراتش. فهي عبارة عن 14 نوع كب كيك بشكل يومي يتم تحضيره في المحل، وهذه الفليفرز تتغير بشكل أسبوعي. فأنت ممكن تحصل نكهة هالأسبوع والأسبوع الجاي ما تكون موجودة. لكن في سيجنتشر اللي هي منها الريد فيلفت، وهي المعروفة في العلامة التجارية. فنحن نحضر من الكب كيك المعروف عندنا او النكهات المعروفه اللي هو الميلك شيك، والمناسبه الحين لفتره الصيف. والله حتى في عليه اقبال في فتره الشتاء، لان اليوم هاي الفليفرز منعشه في اي سيزن او في اي فتره. كذلك واكبنا اللي خلينا نقول طلب الزباين على المنتجات الجديده. فالحمد لله دائما في منتج جديد كل مناسبه تنزل. أنسة شيخة، ممكن تحكي لنا شو محضرين للفترة الجاية وشو هي الميز سمول كيكس عن بقية الكافيهات الثانية؟ فصراحة الكافيهات كلها مميزة، لكن اليوم نحن معروفين بأن مثل ما قلت لك نواكب إذا كانت في مناسبة اجتماعية أو مناسبة عالمية، مثل يوم الأم أو للمؤسسات، خلنا نقول المؤسسات أو الهيئات، في اللي هي الاحتفال بالأيام العالمية، في مناسبات الفوز بجوائز. فنحضر لهم توزيعات تكون مناسبة للقاءات هذه وتناسب طبيعة المنتج. كذلك في موسم الأعراس نحن نجهز الكيك الكستمايز. عندي آرتست، كيك آرتست، بيصممون الكيكة على شكل ثيم العرس نفسه، وهذا شيء نحن نتميز فيه. وكذلك عندنا الرسم على الكيك، عندنا كذلك الرسم بالورود أو خلنا نقول الشخصيات، عندنا طباعة الصور أو المنتجات على الكيك. والحمد لله نحن متميزين بأن سواء المواد اللي نستخدمها اللي هي الحبر أو المواد كلها قابلة للأكل، وفيها منكهات طبيعية عساس تناسب الأطفال، لأن يهمنا اليوم مو بالطابع التجاري بس الصحة أول شيء في اللي نهتم فيه يعني. ما شاء الله. أنسة شيخة، بدنا نعرف شو رؤيتك المستقبلية لسمول كيكس، وين بتشوف في سمول كيكس بالسنوات القادمة؟ صراحة اليوم ما أقول التوسع، لأن التوسع خاصة من بعد كوفيد إلى طرق مختلفة. لكن اليوم تطلعنا أن نحن نكون سنترال كيتشن لعدد من الكافيهات، والحمد لله نحن بدينا في هذه الخطوة. اليوم نورد لعدد كبير من الكافيهات في سواء في دبي أو أبوظبي أو رأس الخيمة أو عجمان، نحضر لهم الحلويات بحيث اليوم نحن نتكامل مع بعض، وكذلك نقلل التكلفة عليهم بأنهم هم يعينون ناس مختصة في هذه الحلويات. فالحمد لله اليوم نورد لعدد كبير ونتطلع لأكبر من كذي بإذن الله. إن شاء الله، نتمنى لكم كل الأفضل. تسلم. أنسة شيخة، من خلال النجاح المستمر في سمول كيكس بالسنوات السابقة والخبرة الطويلة اللي صارت عندك في مجال البزنس، شو نصيحتك لأي شاب إماراتي أو شابة إماراتي عندهم نفس الطموح يبدأوا بزنس داخل دولة الإمارات؟ صراحة نصيحتي، يمكن أنا بديت وقلت نحن بدينا منها خطوة، اللي هي أن نحن نتكامل ويا بعض.
اليوم إذا الكل كان هدف إنه يفتح كافيه أو محل وتوسعنا بهاي الطريقة، حصتنا في الماركت راح تكون بسيطة. بالعكس إذا تكاملنا اليوم أشوف شو هي الخدمة اللي مش متوفرة عندي وأنصح فيها اليوم زملائي بأنهم اللي يكملون هذا البزنس، لأنه ما حد يقدر يعمل كل الخدمات الموجودة، وحتى لو عملها ما إلها تركيز يعني. فأنصح الجميع أنهم يركزون على خدمة معينة أو منتج معين، يتوسعون فيه أو يتعمقون ويكملون مع رواد الأعمال الآخرين السلسلة هذه كاملة. اليوم قطاع المأكولات الحمد لله من القطاع المدعوم في دولة الإمارات عشان استدامة الأمن الغذائي، اللي وزراء معينين ووزارات مهتمة واستراتيجيات في الدولة. فدورنا اليوم أن نحن نكون عامل رئيسي لهذا الأمن الغذائي. فأنصح الجميع بأنهم يتعمقون في سلسلة التوريد وليس فقط فتح الكوفي أو المطعم، بالعكس اليوم حنقدر نأمن الغذاء من المنتجات الأساسية إلى خدمة المتعاملين. أخيراً حابين نعرف كيف ساهمت حكومة الإمارات تدعم الأنسة الشيخة على مر السنوات لتوصل للنجاح اللي وصلت فيه اليوم. تسلم. صراحة حبدينا في دبي بأن نكون تحت برنامج الشيخ محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب، فإلنا مميزات وإلنا خصومات على الخدمات الحكومية. كذلك بس فتحنا في إمارة عجمان تلقينا الدعم من حيث سهولة ممارسة الأعمال وسهولة بدء هذه الأعمال وكذلك التسويق للمنتج نفسه. أخيرا أنسة الشيخة، بدنا نخبر المشاهدين كيف ممكن يوصلوا ويتواصلوا مع سمول كيكس. نحن اليوم قنوات التواصل الاجتماعي، تعرف هي هذه الترند اليوم في الماركت، موجودين على كل قنوات التواصل الاجتماعي سواء انستغرام فيسبوك، موجودين على تيك توك، موجودين على اي قناة تواصل ترندينج، موجودين على الواتساب عشان نسهل على الناس سهولة الطلب. فاليوم ممكن يتواصلون ويانا اونلاين وتوصلهم. كذلك موجودين على الاونلاين بلاتفورم مثل طلبات وديليفرو وزوماتو وغيرها من شكرا جزيلا أنسة شيخة، ونشكر جميع الطاقم الموجود في سمول كيكس. شكرا لكم، انتم نورتونا. الى هنا اعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الاسبوع، تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي امان الله.